السلام عليكم، معكم المعلمة مروة من أكاديمية البشائر. اليوم هو الاثنين 27/4/2020. سنقوم إن شاء الله اليوم بشرح درس من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم من كتاب اللغة العربية للصف الثامن. نفتح الكتاب صفحة 71، الوحدة 16 بعنوان في ذكرى الاستقلال. في هذا الدرس سنتحدث عن مقتطفات من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. هذا الخطاب ألقاه جلالة الملك الحسين عبد الله الثاني ابن الحسين، ألقاه بمناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. هذا النص الأدبي ينتمي إلى الخطابة. لو سألتك ما نوع الفن الأدبي الذي ينتمي إليه هذا النص، سيكون الجواب الخطابة. نلاحظ كيف أنه بدأ بالبسملة وبدأ بالنداء، وجاءت الأفكار في هذا الدرس متسلسلة ومتناسقة. سنبدأ الآن بشرح فقرة فقرة من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم. بمناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي الأعزاء، هذا اليوم يوم مبارك وعزيز على قلب كل أردني وأردنية من أبنائي وأحفادي الرعيل الأول الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل استقلال الوطن وتحرير إرادة الإنسان الأردني. في هذه الفقرة المعاني الواردة: أولا، معنى خطاب. الخطاب هو الحوار أو إلقاء الكلام لاستمالة السامعين، جذرها خطبة. معنى الاستقلال، الاستقلال التفرد بالإرادة وجذرها قللة. معنى الرعيل الأول، الرعيل هم جماعة قليلة من الرجال، وجذر الرعيل رعلة. تتحدث هذه الفقرة عن يوم الاستقلال وأنه يوم مبارك وعزيز. لماذا يوم الاستقلال هو يوم مبارك وعزيز؟ لأن أهل الوطن قدموا التضحيات الكبيرة من أجل استقلال هذا الوطن. والآن نبدأ بالفقرة الثانية. وفي هذا اليوم من حقنا ومن واجبنا أن نذكر بالفخر والاعتزاز الآباء والأجداد من الرعيل الأول والمؤسسين والرواد منذ الجد المؤسس وحتى اليوم الذين ساهموا في بناء هذا الوطن بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها طيلة 60 سنة الماضية، وبالرغم من قلة الموارد والإمكانيات. المعاني الواردة في هذه الفقرة: معنى الرواد، الرواد جمع مفردها رائد، والرائد هو من يتقدم القوم وينير لهم الطريق، وهنا يقصد بها الأوائل. الجد المؤسس، المؤسس عفوا، الجد المؤسس هو المغفور له الملك عبد الله الأول ابن الحسين. معنى التحديات هي الصعوبات أو المشكلات. معنى الموارد، الموارد هي دخل الدولة وجذرها وردة. تتحدث هذه الفقرة عن الفخر بالآباء والأجداد المؤسسين والرواد الذين ساهموا في بناء هذا الوطن بالرغم من كل التحديات والصعوبات التي واجهتهم. الفقرة الثالثة: وفي هذه المناسبة العزيزة والغالية أتوجه بالتهنئة والمباركة وبتحية الاعتزاز والتقدير لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد في البادية والقرى والمخيمات والمدن، والتحية الخاصة لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين نذروا دماءهم وأرواحهم للدفاع عن هذا الوطن وحماية استقلاله ومسيرته وإنجازاته. المعاني الواردة في هذه الفقرة: نذروا دماءهم
أي استعدوا للتضحية بدمائهم. هذه الفقرة تتحدث عن، أو الملك في هذه الفقرة يوجه التحية والتقدير لأبناء الوطن وبالأخص أيضا أبناء القوات المسلحة الأردنية. لماذا وجه التحية لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية؟ لأنهم نذروا دماءهم وأرواحهم من أجل الدفاع عن هذا الوطن وحماية استقلاله ومسيرته وإنجازاته. الفقرة الرابعة، والاستقلال ليس مجرد مناسبة نحتفل بها في يوم من السنة، وإنما هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات لتعزيز الاستقلال وبناء المستقبل الذي يليق بأهل العزم والإرادة من الأردنيين الأحرار. المعاني الواردة في هذه الفقرة، معنى مجرد أي حسب أو فقط، معنى تعزيز أي تقوية، معنى يليق يناسب قدرهم، ومعنى العزم هي الإرادة. هنا في هذه الفقرة تحدثنا عن الاستقلال، والاستقلال هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات. هنا تعريف الاستقلال هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات. معنى الذات أي النفس. الفقرة الخامسة، وهذا المستقبل ليس مسؤولية شخص أو مجموعة من أبناء هذا الوطن، وإنما مسؤولية الجميع، كل واحد من الموقع الذي هو فيه، العامل والمزارع والموظف والطالب والجندي والأم التي تربي أبنائها على الانتماء ومحبة هذا الوطن. هذه الفقرة تحدثت عن بناء المستقبل، وأن بناء المستقبل هو مسؤولية للجميع، ليس مقصور على فئة معينة من الأشخاص. بناء المستقبل يقع على جميع الأشخاص في هذا المجتمع، فالعامل هو مسؤول عن بناء هذا المجتمع، والمزارع كذلك، والموظف، والطالب، والجندي، وحتى الأم في بيتها هي مسؤولة عن بناء هذا الوطن وهذا المستقبل. فالأم تربي أبنائها على الانتماء ومحبة هذا الوطن. الفقرة السادسة، كل واحد منا يعرف ويعتز بأن هذا الوطن نشأ وتأسس على رسالة الثورة العربية التي قادها الشريف الحسين بن علي لتحرير الأمة وتوحيدها، ولذلك سيظل الأردن بعون الله الأردن العربية المسلمة المنتمية لأمته العربية والإسلامية والحريصة على النهوض بواجبه القومي والديني تجاه كل القضايا العربية والإسلامية، وانتساب هذا الوطن إلى الثورة العربية الكبرى، وانتساب قيادته إلى الدوحة النبوية الشريفة، يفرض علينا أن نكون أول من يتصدى للدفاع عن الإسلام والعرب والمسلمين. المعاني الواردة في هذه الفقرة، بعون الله، بإرادة أو بإذن الله. هنا في هذه الفقرة تتحدث هذه الفقرة عن انتساب الوطن إلى الثورة العربية الكبرى، ونعلم أن الثورة العربية الكبرى قادها الشريف الحسين بن علي من أجل تحرير الأمة وتوحيدها، والأردن ما زال منتميا إلى هذه الثورة العربية، والأردن ما زال حريصا على النهوض القومي والديني تجاه كل القضايا العربية والإسلامية. هنا يوجد عندنا صورة فنية عندما قال وانتساب قيادته إلى الدوحة النبوية الشريفة. هنا شبه لنا العائلة الهاشمية بشجرة ظلها واسع. الفقرة السابعة، ونحن عندما نقول الأردن أولا، فالمقصود هو أن نبدأ باستكمال بناء الأردن القوي المنيع حتى يكون قادرا على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء العرب، وليس التخلي عن واجبنا تجاه أمتنا أو قضاياها العادلة كما يظن
قصار النظر، وقد كان الأردن وسيبقى موئلا لكل العرب الأحرار، لذلك فالأردن أولا والأردن دائما في كل الظروف والأحوال. المعاني الواردة في هذه الفقرة: القوي المنيع، معنى المنيع الحصين، ومعنى موئلا المرجع والملجأ. في هذه الفقرة تحدثت هذه الفقرة عن شعار الأردن أولا، وأن الأردن دائما هي في خدمة الأشقاء العرب والأمة العربية، فليس مقصورا على الأردن أن يهتم بشؤونه الداخلية فقط، ولكن الأردن يجب أن يكون قوي ومنيع حتى يكون قادر على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء العرب. فالأردن كما نعلم هي الملجأ والمرجع لجميع الأحرار العرب يأتون لها من جميع البلدان. الفقرة الثامنة: والركيزة الأساسية في قوة الأردن هي الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكامل والتماسك بين أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، وتحقيق التنمية الشاملة التي تعزز قوة الأردن وتمكنه من تقديم الدعم والإسناد للأشقاء العرب والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. المعاني الواردة في هذه الفقرة: معنى الركيزة الدعامة أو حجر الأساس. هذه الفقرة تتحدث عن مصدر قوة الأردن. مصدر قوة الأردن هو الوحدة الوطنية، فالوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية وهي حجر الأساس الذي تنبع منه قوة الأردن. والأردن يجب أن يكون قوي حتى يقدم الدعم والإسناد للأشقاء العرب والقضية الفلسطينية بشكل خاص. والآن نبدأ بالفقرة التاسعة: والأردن لا يمكن أن ينسى وحدة الدم والهدف والمصير مع الأشقاء الفلسطينيين، ولا يمكن أن ننسى دماء شهدائنا على أسوار القدس وفي باحة المسجد الأقصى الشريف، ولن نتخلى في أي يوم من الأيام ولا تحت أي ظرف من الظروف عن تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين حتى يصلوا إلى حقوقهم وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعاني الواردة في هذه الفقرة: معنى باحة، الساحة أو الفناء. في هذه الفقرة تحدثت عن الأردن، والأردن هو دائما مع الشعب الفلسطيني وفي نصرة القضية الفلسطينية، والأردن منذ القدم كان مساندا للأشقاء الفلسطينيين وما زال كذلك يقدم الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين حتى يصلوا إلى تحقيق غايتهم في قيام دولتهم الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية. هنا المطلوب منا في جو النص أن نتعرف أو نكون على معرفة بأن من ألقى هذا النص هو جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. متى ألقى هذا الخطاب؟ ألقاه في مناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. بنود الخطاب: أولا القضايا المهمة والتحديات التي واجهت الأردن والأمة العربية والإسلامية. ثانيا تحدثت عن نشأة الوطن على مبادئ الثورة العربية الكبرى، وأيضا تحدث عن شعار الأردن أولا ومفهومه، وتحدث أيضا عن الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية. ويعطيكم العافية.